يقول: ما حكم الاستمناء؟ تلك مسألة فيها بعض الخلاف. يرى الإمام الشافعي رحمه الله تحريم الاستمناء لقول الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فاستدل بقوله تعالى: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون على التحريم. أما الحديث الذي ورد في هذا الصدد: ثلاثة لا يكلمهم الله أو سبعة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم من الناكح يدف، فلا يثبت بحال. هل الاستمناء من مفطرات الصيام؟ نعم، من مفطرات الصيام عند الجمهور، لأن الله قال في شأن الصائم: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، وهذا لم يدع شهوته، والله أعلم.